الصعب للبلد في ظروف البلد تتعرض فيها البطالة، في ظروف مصانع مغلقة، ويتخذ قرار في 10 دقائق؟ لا لا وألف لا، ده قرار شعبوي، واحنا مش عايزين قرارات شعبوية، احنا عايزين عبد الناصر تاني، عايزين جمال عبد الناصر تاني الناس حقوق الناس. شبعنا كلام وشبعنا وعود، وعشان كده احنا شايفين في السيسي عبد الناصر تاني. هذه القاعة التي جاء فيها الزعيم الخالد الراحل جمال عبد الناصر وخطب لعمال مصر فيها، وجاء فيها انور السادات. ايكم ان عزمتم الله تابع، اين انتم من جنود علموا هذا التراب الذي نصر المعجزه والكم العجابه؟ ابطلوا نكتبكم الله على وقعه الجنابه، ان المتقين عند الله والناس السواد. وكل حق بنفسكم واجعلوا الواجب بدالا. فعلا اين نحن من الاجداد والاباء المخلصين لبلاد هذا الوطن العظيم؟ فلا بد ان نعاهد الله على الضعف. والزعيم المشير عبد الفتاح السيسي نعمل بجد ومحارة وإخلاص لكي نبني ونشيد وطنا يليق بنا ونتمناه لأتباعنا وأحفادنا، وطنا تسود فيه الحرية والعدالة والقيم، وتتكافأ الفرص بين الجميع، وتقدم صفوفه المخلصين من أبنائه القادمين على العقائد والتكرس لنبني هذا الوطن العظيم ومصلحة كل الفئات فئات الوطن بدون تفرقة أو تمييز. نتمنى من الله أن يحالف التوفيق السيد المشير ليكون قاعدة لمسيرة الوطن، وإني أدعو الله الحق سبحانه.